يقول أعاني من قلة الخشوع في الصلاة، أحاول باستمرار أن أخشع لكن دون فائدة، فما حكم صلاتي وبماذا توجهونني؟ صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة إذا أديتها على الوجه المطلوب بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صلاة صحيحة، لكن لا يكتب لك من الأجر إلا ما حضر فيه قلبك، ما حضر فيه قلبك. قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع روح الصلاة وحضور القلب، فعليك أن تقبل على الله سبحانه وتعالى في صلاتك. والخشوع له أسباب، أحدها أن لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر مشغول البال، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في الصلاة والإنسان مشغول البال بسبب حضرة طعام يشتهيه، قال: لا صلاة بحضرة طعام، وقال: إذا حضر العشاء فابدأوا به، من أجل أن يدخل في الصلاة وهو قد أخذ حظه من الطعام حتى يدخل إلى الصلاة وهو مقبل عليها. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، فلا يجوز للإنسان يدخل في الصلاة أو يكره له أنه يدخل في الصلاة وهو مشغول بأحد الخبثين، بل عليه أن يتفرغ من ذلك الخبث، يتبول أو يتغوط ثم يتوضأ، يستنجي ثم يتوضأ ويصلي. أما أن يدخل الصلاة وهو يدافعه الأخبثان فإن هذا يشوش عليه صلاته. كذلك يصلي في مكان مناسب، ما يصلي في مكان يزعجه بالأصوات أو المكان فيه شوك أو حصى أو المكان شديد البرودة أو شديد الحرارة، يصلي في مكان معتدل وفي مكان يرتاح فيه من أجل أن يخشع في صلاته. ومن أعظم ما يجلب الخشوع في الصلاة تدبر القرآن الذي تتلوه في الصلاة أو تسمعه من الإمام، أقبل عليه وتدبره، فإن ذلك يكسبك الخشوع لله عز وجل.